تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوثق مفاجأة تم تجهيزها لها للاحتفال بيوم ميلادها الذي يصادف غدا الأحد في 16 أيار مايو. وفي الفيديو تظهر المفاجأة التي أعدها فريق العمل من موقع تصوير عمل نانسي الجديد، حيث جهزوا لها احتفالا بسيطا وتم استقبالها بالهتاف والتصفيق وبغناء أغنية الميلاد لها، وكذلك أحضروا بعض الحلويات. فكانت الأجواء مفاجئة لنانسي لحظة دخولها إلى الصالة، وعبرت نانسي التي دخلت بملابس أنيقة عن سعادتها وفرحتها بالمفاجأة المميزة التي جهزها فريق العمل لها، مؤكدة أنه أحلى عيد ميلاد. وراحت تغني مع أصدقائها أغنية العيد برفقة مدير أعمالها الشهير جيجي لامارا. وكان الفنان أحمد دوغان قد أعرب عن إعجابه بالفنانة نانسي عجرم وإحساسها وأخلاقها الراقية، خصوصا بعدما أدت أغنية أمر لكل الناس، كاشفا عن مفاجأة جديدة يحضرها لنانسي. الناس ببرنامج أغاني من حياتي، الفنانة نانسي عجرم غنت لك أمر لكل الناس. أول شيء كيف لقيتها بصوتها؟ أول شيء نانسي أنا بحبها كثير، بحب إحساسها، بحب الأخلاق واحترامها للفن وللفنانين اللي إجوا قبلها. طبعا أنا كثير انبسطت إنه غنت أمر لكل الناس، غنتها بكل إحساس وكل احترام. من وراء هالأغنية أنا في أغنية هلأ هيك حسيت شخصية نانسي موجودة فيها عم بشتغلها أنا والشاعر لولون تون. أوكي. وإن شاء الله بس لما تخلص ببعتها للصديق جيجي لمارا. أوكي. اللي هو صديق العمر. تحية لجيجي. كمان بحب بحييه. هيدي الأغنية إن شاء الله حتكون غير شكل لناسي. خلص، فإذا رح نقول للفنانة نانسي عجرم إنه في عمل عم بيتحضر لك، وأحمد دوغان شايف إنه هيدا العمل لإلك. طيب تعرف لها شيء لنانسي؟ حافظ لها شيء؟ نقول لك تغني لنا إياه. ما حدا حيقدر يغني غير أسد. شو قلتي لي؟ هيك معقول سمعنا شيء لنانسي؟ نرد لها التحية؟ نانسي بحب لها كثير أغاني، شيء أغنية أوكي بحبها لإلها. ما في عيش إلا معك، ما في يكون إلا لون عيونك غرامي، دخلك صدق كلامي، لون عيونك غرامي، دخلك صدق كلامي، قلبي وروحي معك، لو عنك بعدوني ببقى وحدك بعيوني، تحكي واسمعك ما في عيش إلا معك، ما في كون إلا من ناحية أخرى كانت نانسي أيضاً قد أعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، إذ نشرت صورة لشاب وشابة وأرفقتها بتغريدة جاء فيها: ابتسم أنت صاحب حق وصاحب الحق سلطان، كلنا معكم يا أبناء العنفوان والكرامة.